حرف الجي. حرف الجي ينطق غير معطش إذا لم يأتي وراءه حرف من الحروف المتحركة الثلاثة اللي هو الإي والأ والإيغريك. قلنا قبل كده إن حرف الجي لو جه وراء حرف الإي أو حرف الأ أو حرف الإيغريك في الحالة دي بعطش حرف الجي. طيب لو ما جاش وراء حرف الإي أو الأ أو الإيغريك في الحالة دي ما بعطش حرف الجي، زي الأمثلة اللي احنا شايفينها. مثلا كلمة استيكة، جم جم جم، هنا حرف الجي جي وراه حرف الأو، هو حرف مش من الحروف الثلاثة المعروفين اللي هو الإي والأو والإيغريك، عشان كده ما عطشتش حرف الجي. مونج مونج مونج، جاتو جاتو جاتو، لونج لونج لونج. تمام، هنا حرف الجي زي ما احنا لاحظنا ما جاش وراه حرف من الحروف الثلاثة المتحركة اللي احنا قلنا عليهم، عشان كده حرف الجي لم يعطش. فننطقوا جوم مونج جاتو لونج، جوم مونج جاتو لونج.